لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة نهاوند للإنتاج الفني. صرت اكون جوز لوحدي عايش مرمر ومكيف جوز التنتين، جوز لوحدي عايش مرمر ومكيف جوز التنتين، جوز التنتين مثل الزهرة عن كلبه بتروح الكهرة، لما يروح من السهرة يكن له اهلين اهلين، جوز لوحدي عايش مرمر ومكيف جوز التنتين، جوز لوحدي عايش مرمر ومكيف جوز التنتين، من جوز التنتين بشكي دلو للبيتين يجيب من اللو، كل وحدي منهن بتكل طرنت بتلعب على الحبلين، وحدي عايش مكيف ومرمر جوز التنتين، جوز لوحدي عايش مكيف ومرمر جوز التنتين، جوز التنتين هالمخلول يوخ التنتين مش اصول، يوم يتكاتل بيكو لما انحركت والدين، جوز لوحدي عايش يعني بتكون يا عناك دي الوالدين انت. اليوم اللي بده المجاز قالوا الجيزي بدها انجاز، غرفة نوم وفرن غاز ورحنا ايام الطوابين، ضيع علي ايام الطوابين يا زماني الاولي. وقلت وبدك تجيب اغراض انت ان شاء الله، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم معناها بدك يعني اربع في القران يا جوز الاربع بدك يصير تقول بنصير نعملها اذا جوز الثنتين وبتقول بنصير نعملها زي ما بقولوها بنصير نعملها على غني وهي على اربع على اربع ان شاء ان شاء الله ان شاء الله ومخلف منهن الثنتين ان شاء الله ان شاء الله، هذول اولاد الاول وفي هذاك فاطمه الربع هذا اللي كشف هذا فاطمه الربع هذا ما لازم زم سيف انت مش خنجر في عدل اذا بتشون ماشي دغري عدوك بيحتار فيك حتى مع النسوان مع النسوان الله اكبر هو في اقوى من هنا يعني انت ايش بتشجعنا بشجع ابو نواش كان بس تكون جد انا اللي عندي مش تفكر الفكرات علي طلاق مش مارق فول ما هو اقوى من هنا بس في الزلم الرابوس في ماشين تفكرش في حدا كريم في النسوان هذا زي اللي كان والله غير عزك يا بشتي قال والله يا البشت غير عزك غير عزك تعرف الحكايه انت ما دارت الاجله تجابها تجابها صار الى كين وهي تنفض الصبح البشت ما هو بكى قبل يجي لك ايش في المراح مرمي في المراح بين هالسخون يقول والله غير والله غير عزك يا بشتي تنملك عليك قال له والله يا هالبشت غير عزك غير عزك ما تدلهاش والله يا هالبشت غير هي عزك مش عارف هي مش عارف يوم تمنوا راح جابها وكم من صبح جاب لها ضروره صارت هاي تشتت البشت وهي تغسل وهي تعلقوا هون هاي تعلقوا هناك وحطت وايش صار نواره وقف قباله وقال له شفت يا بشتي